البنت حلال. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي صينية البطاطا اللي احنا عملناها, ودي صينية الفاصوليا. ايه ده مين ده اسمه ايه؟ راجل عليها طيب ولا هجيب لك يا عايزه ايه؟ التركي ده اللي كنا بنحلنا لان ما كانش شغال. طب ماشي, هي اهو في ايوه اهي جريفي الخبزه اللي عملتها الدكتوره ناهر. ده التركي المحمر نازل جوه الحله. اوه ماي جاد. ده شغل المعلم الكبير لابني. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. تسلم ايديكي. جميله جميله جميله. واو شكلها حلو قوي. يجنن. شفتي حاطه لها شمعه ايه؟ اختي الصغيره. اه كلها ايش ده؟ مش عايزه اقولها دلوقتي. بالهنا والشفا بالهنا. شكلها جميل جدا. طبعا المايه بتاعتهم بالمناديل والصحون عشان تترمي وما نغسلش. وانت تدي صينيه المكرونه في الفاينل دلوقتي بعد لما اتعملت واتحمرت في الفرن. شكلها مشهي جدا. سلايز التركي على فكره. مين اللي حط دي هنا؟ جريفي صوص. ده جريفي صوص سهل. هو بيقلب بتو هولد اب. يا نو بس ما اعرفش مين اللي حطها. انا اللي حطيت معلقه. دايما معايا.